مرحبا، اسمي عشتار معلم، فنانة فلسطينية متعددة التقنيات. أعمالي بتجمع ما بين السيرك، الرقص والمسرح. تعلمت فنون السيرك في فرنسا في 2008، وفي الوقت الحالي مقيمة في مدينة مرسيليا الفرنسية. بالتأكيد عملي برضو تأثر مع جائحة كورونا. كان عندي سلسلة للسولو تبعي انهدوانا في 6 مدن فلسطينية يلي تم إلغائها لأنه الحدود على فلسطين تسكرت سريعاً قبل فرنسا. في بداية الموضوع حسيت وكأنه الإشي مبالغ فيه، لأنه هون بفرنسا الناس لسه كانت بتروح وبتيجي وبتحضر أعمال فنية، ولكن بعد أكمل يوم كمان بفرنسا صار في حظر للتجول وفهمنا كبر الموضوع. بشوف إنه هاي الفترة كانت منيحة وخلتنا نرجع نفكر في أشياء مهمة بالحياة، كيف إحنا منعيش وكيف منصرف وشو مناكل ومع مين منقضي وقتنا وكيف منعامل البيئة والطبيعة والأرض اللي إحنا عايشين عليها. فبتأمل إنه هاي الرفلكشنز كانت يعني عند أكتر عدد ممكن من الناس، لأنه هاي بشوفها وكأنها فترة مفصلية بحياة الكرة الأرضية، إما منروح باتجاه أفضل وإما منروح لسه أسوأ من هيك. بالتالي استغلت هاي الفرصة إنه أنا قاعدة في الدار والكل قاعد في الدار قدام الشاشات، إنه نتحاور في موضوعات بتهمنا مثل موضوع الرقابة، مثل شو هو السيرك، أو أشارك بعض الرسائل اللي بسطني من صبايا شاركوني بقصصهم عن الرقابة وصعوبة ممارسة بعض الفنون أو الرياضات لأنه المجتمع والعائلة بتمنعهم. لما بنحكي السيرك معظم الأحيان عقلنا بيروح للصورة الرسمات لنا إياها الأفلام والأغاني والكليبات عن خيمة مهرجين وبهلوانات، ناس بتنفخ بالنار وبتلعب بالطابات، أسود وحيوانات. مظبوط، هذا اسمه السيرك التقليدي. رح نضلنا نحكي عن اللي عم بصير وعن اللي عم نعيشه من هون لسنين كتير لقدام بتخيل، لأنه هاي كانت تجربة الكل مر فيها بالرغم من أعمارنا وأجناسنا والأماكن اللي احنا منعيش فيها، وكأنه هاي التجربة وحدتنا والكل حابب يحكي كيف عاش بهاي التجربة وكيف ممكن تأثر على حياتنا أو كيف ممكن تكون كمرحلة مفصلية في العالم.